نعم نعم صلاة الظهر الصلاة صحيحة. نعم وإذا كان قد انصرف من الصلاة وهناك وقت يعني خلاص حتى لا يسجد للسهو. نعم طيب نسي قول رب اغفر لي بين السجدتين الصلاة صحيحة. تعمد ترك قول رب اغفر لي بين السجدتين تعمد ترك قول رب اغفر لي بين السجدتين آثم والصلاة صحيحة آثم والصلاة باطلة فتح الله عليك هكذا جيد. نعم وجد الإمام راكعا فكبر وركع الصلاة صحيحة أم لا؟ يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام. ما كبر تكبيرة الإحرام كبر تكبيرة الركوع كبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع تكبيرتين يعني صلت وركع يعني صلت صحيح صحيح كبر تكبيرة واحدة ونوى بها الإحرام يعني صلت صحيح صحيح لم يقرأ الفاتحة صلت باطل. إذا كان الإمام راكع إمام راكع يقرأ الفاتحة ويركع مع الإمام ما قرأ دعاء الاستفتاح صلت صحيح لم يقرأ سورة بعد الفاتحة صلت صحيح الصلاة صحيحة لكن الركوع هو نعم نعم فتح الله عليك اجلس نسي تكبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة أصلا نوى قطع الوضوء ثم استمر في وضوئه وضوء باطل نوى إعادة الوضوء يعني توضأ له ثم قال أنا أتوضأ إن شاء الله عند دخول وقت المغرب ثم صلى في الأول صلى في الأول الصلاة صحيحة أم لا صحيحة لما يتناقض توضأ ويأكل يأكل لحم جزور لحم خنزير توضأ قبل الاستنجاء والاستجمار إذا لم يخرج منه شيء جائز خرج منه ريح جائز وضوء صحيح بول غائب يستنجي وإن لم يستنجي يستجمر يعيد أكل لحم جزور يعيد استنجى واستجمر لا نام ثم استيقظ استنجى واستجمر في تفصيل إذا كان البيت يعيد لا يعيد ليش يستنجى أو يستجمل؟ لا. لا نعم طيب يقول توضأ وبعد الانتهاء وجد على رجله عجين توضأ وضوء كامل ونظر وإذا على رجله عجين لم يغسل جائز وضوء صحيح؟ نعم. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. انتهى من الوضوء. لا يلتفت إليه. يا أخي هذا العجين من قبل الوضوء موجود. ما أريد. تبي يا أخي تبي. الآن هو يعمل في خبز في الخبز. ثم جاء أراد أن يتوضأ. بعد انتهى من الوضوء رأى على أحد الأعضاء الوضوء عجين. يعني توضأ وبقي شيء من أعضاء الوضوء لم يصبه الماء يقين هذا ما هو شك فما يصنع وضوءه باطل الآن لابد من إزالة ما منع وصول الماء إلى البشرة جاءت لك مرأة وعلى أظافرها مناكير على ما تسمى ولله الحمد وقالت توضأت ومسحت على المناكير ماذا علي الحمد لله مثل الأول باطل لابد تزيل المنكرات ثم تتوضع ويكون الوضوء صحيح نعم طيب فتح الله عليك غسل الساق في الوضوء غسل الساق في الوضوء
قد تكون بدعة لأنه لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يغسل الساق بالوضوء، لكن توضأ وجد على ساقه شيء من التراب وكذا وغسل الساق، لا من باب التعبد لكن من باب إزالة الأذى، يصح ولا إشكال. الزيادة على ثلاث، زيادة على ثلاث تعدي، نعم، وإفراط وإسراف ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان على رجله عجين وغسل ثلاث مرات ولم يذهب هذا العجين يزيد، الزيادة هنا لماذا كانت؟ كانت لإزالة هذا، لا يعني من باب التنطر. طيب، أخذ ماء جديد، هل يأخذ ماء جديد للأذنين؟ لا، لا يأخذ. نعم، تخليل اللحية قلنا فيه تفصيل على ثلاثة أقسام. توضأ مرة، هذا قدر الواجب، أقل قدر، أقل ما يجب. بعض الشباب هدانا الله إياه يظن أنه لابد، يعني الأكمل دائما أن توضأ ثلاث مرات. نقول لا، السنة أن تنوع، تتوضأ مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. نعم، لأنه هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أتقاكم لله. صح؟ نعم. طيب، ما حكم غسل الكفين قبل الوضوء؟ غسل الكفين قبل الوضوء؟ نعم، مستحب. مستحب إلا في نوم الليل فهو واجب. استيقظ من نوم الليل وتوضأ دون غسل الكفين ثلاث مرات، وضوء صحيح، وإذا كان عالم بالحكم فهو آثم. مفهوم؟ نعم. الرأس يمسح مرة واحدة فقط. صلى بعد الاغتسال ولم يتوضأ، صلى بعد الاغتسال ولم يتوضأ، انتبه، تعرف؟ بسم الله. صلى بعد الاغتسال ولم يتوضأ. المسألة فيها تفصيل. نعم. إذا كان الغسل واجب، إذا نوى الاغتسال فالصلاة صحيحة ولا يلزم. يعني مثال: اغتسل الغسل المجزي، نوى وسمى وعمم جميع البدن وما تحت الشعور خفيف الكثير مع عظم الاستنشاق، هو نوى الآن، فالاغتسال أعلى من الوضوء، الصلاة صحيحة على الإشكال. وإن اغتسل من باب التبرد وجاء صلى فالصلاة باطلة، فتح الله عليه. طيب، يقول: هل النعاس ناقض للوضوء؟ نعم. أي نعم. لا. لا. خطأ. نعم خطأ. كل عندما أقول تقول في تفصيل والصواب. نعم. إذا يشعر. نعم، هذا هو، لأنه ما ظن. طيب، غسل الميت لم نذكر غير ناخذ. صلى بعد السباحة في البركة أو في المسبح أو في البحر، لا يصح. لا، يقول صلى بعد السباحة، كان يسبح ثم خرج من المسبح وصلى بهذا الذي حصل منه، أي من هذا الاغتسال في الماء، السباحة. أجلس. إذا نوى الاغتسال، الله يفتح عليك، نوى وسمى وعمم جميع البدن مضمض واستنشاق أجزأ، وإلا فلا. كان ينوي اللعب أو التبرد مثلا. أجلس. تطهير بول الصبي، كيفية تطهير بول الصبي؟ يكون بالنضح. نعم. خطأ. إذا ما كان يأكل. نعم، ننظر. نعم. إذا يشرب حليب، يعني غالب طعام هذا حليب الأم وهذا دون الفطام،
فهذا ينضح وإلا يقصر. بول الجارية يقصر. بول المرأة يقصر. بول الرجل يقصر. بول الغنم ليس بناجس لا يقصر. يصلي في بول الغنم؟ نعم ما فيش لا. من أحسن يقصر. من قال أحسن؟ أنا فتح الله عليك. زيارة النساء للقبور أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إنها من كبائر الذنوب. هذا فتوى من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت على الجنازة فماذا عليه؟ الصلاة باطلة خطأ. لا يعيد إذا ختم الصلاة صلاة باطلة يعيد. ننظر التكبيرات الأربع كل تكبير من هذه التكبيرات تقوم مقام ركعة. فإذا ترك تكبيرة ينبه رجع الحمد لله، وإذا لم يرجع تكبر ثم تسلم. أما التكبيرات الزوائد الخامسة أو سبع تكبيرات أو تسع تكبيرات فهذه سنة تركها الإمام، ما كبر خمس ولا سبع ولا تسع، فالصلاة صحيحة إذا أتى بأربع تكبيرات. نعم. يقول هنا زيارة شهداء بدر، يعني يسافر من المدينة ويشد الرحل لزيارة شهداء بدر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يقول ما هو الفرق بين الشرط والركن والواجب والسنة؟ ما هو الفرق بين الشرط والركن؟ نعم نعم. الشرط خارج الماهية خارج العبادة، والركن داخل الماهية داخل العبادة. الفرق الثاني أن الشرط يمتد من أول العبادة لنهاية العبادة، والركن في جزء من أجزاء العبادة. اتفق على ماذا؟ لا يقبل في ترك الشرط والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد إلا ما ذكرنا في أنه إذا صلوا عليه نجاسة. نعم فتح الله عليك. ما هو الفرق بين الركن والواجب؟ ما هو الفرق بين الركن والواجب؟ الواجب إذا اختل واجبا، إذا اختل واجب من واجبات الصلاة عمدا بطل نعم. الصلاة. إذا اتفق الواجب مع الركن فإنه لا يقبل في الواجب العمد ويقبل في الجهل والنسيان، والركن لا يقبل في الجهل والنسيان، وكلاهما داخل العبادة. السنة يقبل فيها الجهل والنسيان والعمد مع الإرشاد أنه يأتي بالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بهذا ولله الحمد يعني تمت الدروس المهمة. نبدأ بإذن الله بعد صلاة المغرب في كتاب التوحيد، لكن إذا لم تأتوا بالمذكرات لا نبدأ. المؤمنون على شروط اتفقنا عن الحضور والغياب، المذاكرة، الحفظ، حل المذكرة كاملة. فالذي سلم المذكرة يحضر معنا كتاب التوحيد، والذي لم يسلم إما الموافقة أو المفارقة. مؤمنون على شروط. حتى الذي يقول يعني جئت أنا زائر وكذا، ما الذي يمنعك أنك تقرأ وتراجع وتكتب؟ وهذه فرصة. يا الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولماذا تريد أن تكون يعني دائما فاشل؟ يا أخي كن عالم، تضبط وتحفظ وتراجع وتعرف هذه المسائل، وترجع إلى أهلك تعلمهم هذه العبادات وكذا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأخواننا يعني ما يصلح. كم مذكر؟ ما تأتي 50 مذكر، ما يصلح هذا. نريد الكل، نريد المذكرات إخوانا. فمن هنا إلى المغرب أحضرت مذكرات كاملة، بدأنا في الدرس، وإلا الطائرة قريبة الحمد لله، والله ترتاح مني والحمد لله. ما يصلح هذا، ليس بالكلام إخوانا، نريد عمل. فمعكم إلى المغرب، انتظر اللجنة إلى المغرب. إن كانت المذكرات كاملة استطيع أن نسير في كتاب التوحيد.
وإلا يعني فالمؤمنون على شروط. لا يصلح تقول أنا كتبت غير ما كتب، لا، تعال ابحث عن هذا الذي لم يكتب، لماذا لم تكتب؟ أنا أساعدك، اكتب حتى ولو كان يعني فيه شيء من النقل وكذا، ما إشكال، هات المذكرات. طيب إلى المغرب. نعم، من ضيع المذكرة، لماذا لم يضيع الجواز أو البطاقة؟ عجب، مذكرة تضيع، كتب العلماء تضيع، كل شيء يضيع إلا ما يتعلق بالدنيا، النقود ما تضيع أبدا. أي سبحان الله ما تضيع. عندنا رجل يعني سرقت منه المحفظة، وجدها إنسان وجد فيها الرقم، اتصل عليه قال فلان، قال نعم، قال وجدت المحفظة، قال طيب فيها نقود؟ قال لا ما فيها شيء، قال فيها نقود، نقودي ما تضيع بإذن الله. جاء وأخرجها يعني من مكان سري، يعني يحرص في أمور الدنيا حرص شديد، أما في أمور آخر ماذا نسمع بها؟ كل طالبة يعني ما مر على الدورة الآن إلا 3 أيام تقريبا، أضع المذكرة، إذا بعد سنة ماذا يحصل؟ أخبرناكم أن الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله لديه كتب أيام كان في الابتدائي، لأنه يعرف قيمة الكتاب، مع أنه يستطيع أن يشتري نسخة جديدة وكذا، لكن هو يحافظ على كتبه. هذا المحافظ هل يضع لك ماذا أصنع له؟ يكتب في ورقة. يعني البعض من شدة الحرص أنه ما وجد مذكرة صور مذكرة وجاء وكتب، ما هذا الحرص؟ البعض جاء بدفتر ليس لديه مذكرة، يخنظر إلى الحرص، فهذا حريص، يعني هل هذا مثل هذا؟ ما يصلح. أضع المذكرة وضع كذا، وضع وقت الدرس وتأخر، ولديه عمل ولديه كذا ولديه كذا، هذا لا ينال العلم أصلا، ولا بد أن يعاقب، لأنه لو عوقب واحد يتأدب البقية، لكن لو أعطينا هذا يأتي الثاني والثالث والرابع. من صحيح يعني قد يقول البعض هذا المذكرة ليس لها قيمة، نعم، لكن القيمة في العلم لا في الأوراق. إيه صحيح، كتب من هنا؟ كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، كتب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لها قيمة؟ إذا كان هذا يقول ليس لها قيمة، عاد شهر بنفسه، ما لا أصنع له. فمعكم أخواننا إلى المغرب، سواء كان يعني في هذه القاعة أو في القاعة الثانية والثالثة، الكل، نعم، لأن جئنا لدورة، والدورة لابد فيها الاختبار. طيب إلى المغرب إن شاء الله تعالى. أحيانا ما أريد اعتراضات ولا شيء، المؤمنون على شروط من أول يوم اتفقنا وانتهى، ما يضر أن تترك بعض الأسئلة، ما يضر، أما يترك كل الأسئلة. ثم أخواننا كان يسأل الشيخ بن عثيمين أحيانا، يسأل الشيخ بن عثيمين أحد الطلاب يقول أذكر لي مثلا صفة التيمم، يقول لم أحضر الدرس. سبحان الله، مسلم ولا كافر؟ صحيح في بعض الأسئلة ما تحتاج حضور درس، خاصة الدروس المهمة ما تحتاج إلى حضور درس، صح؟ نعم، مثل للشرك الأكبر، قال والله لم أفهم الدرس. عرف التوحيد، قال والله لم أحضر الدرس. أركان الإيمان 5، 6، 8، قال والله لم أحضر الدرس. سبحان الله، ما يعقل، يعني تأتينا في المذكرة الآن أشياء مثل هذه، ما يعقل. الله أخوانا يقول أنا لم أحضر الدرس، أصلاً هذا الذي يعني ترى هكذا المذكرة لا يحضر أصلاً، يخرج أحسن له. والله الله كان يقول لي أحد مشايخي، يقول لابد أن يكون هناك رجل تضحي به كبش فداء، إذا كان هناك كبش فداء يتأدب البقية. لكن اليوم يعني نحن في أيام نحتاج فيها للطلاب،
كبار العلماء عندنا في الرياض أحيانا يعني يأتي العالم ما يجي الطالب. أنا سمعت أحد كبار العلماء يقول هذا الكلام، يقول نبحث عن طلاب لا يأتي طالب، فيأتيني طالب يقول يا شيخ أريد أدرس عليك، يقول أهلا وسهلا ومرحبا. قال الشيخ أي وقت؟ قال الوقت اللي تحب، لن تختار الوقت وأنا مستعد. قال أي علم؟ قال اختر الفن اللي تحب. قال اخترنا الفن. أي كتاب؟ قال أنا أشتري الكتاب لكن أحضر. يقول بعد هذا أول درس لا يحضر فيه الطالب. والله طبعا الآن ولله الحمد الكتب وكذا والمسائل والدروس موجودة وكذا، والبعض ما يعني تريد ماذا؟ تريد أن نأخذ هذا جهاز ندخل العلم من هنا نخرج من هنا أخرج؟ ما يمكن أخوانا، لابد من تعاون. أنا ما أتكلم هذا الكلام عن واحد، أنا أتكلم عن كل، لأن كل واحد منا مسؤول. وقلنا هذه الدورة ليست بدورتي ولا دورة لا المهم ولا دورة هؤلاء، هذه الدورة نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. أتقتلون رجلا؟ ما قال تقتلون موسى عليه الصلاة والسلام، جئنا لهذه الدورة ابتغاء مرضات الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. الموعد الأخير والنداء الأخير صلاة المغرب. طيب تعاونوا فيما بينكم. أي طالب لم يفهم لم يحل المذكرة يا أخي لقنه ولا أشكر، المهم يأتينا بمذكرة. طيب والحمد لله.